بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالإخوة الكرام إلى هذه الفقرة الجديدة المتعلقة بفرنسيتك عبر الصحف والمواقع. إذا سنرى في هذه الفقرة إن شاء الله موضوعا يتعلق بالمغرب والجزائر. هذا الموضوع تطرقت له جريدة جون أفريك، ومن خلالها تطرقت له مجموعة من المواقع، مثلا العمق كما عندنا هنا، لو بوتي جورنال، ثم يا بلادي كما نلاحظ جون أفريك في لو بوان سور لو كو إلفي دي ديفيرون بوليتيك أونتر لو ماروك إي لالجيري. جون أفريك في لو بوان سور لو كو إلفي دي ديفيرون بوليتيك أونتر لو ماروك إي لالجيري. جون أفريك في لو بوان كما نقول بأن جريدة جون أفريك فعلت النقطة، أن وضعت النقطة سور لو كو إلفي des différents politiques entre le Maroc et l'Algérie. Et donc, elle a وضعت النقطة على الثمن لوكو كما نقول الكلفة. إذن هي وضعت النقطة على الكلفة الفي المرتفعة des différents politiques للخلاف السياسي entre le Maroc et l'Algérie بين المغرب والجزائر. إذن هي تطرقت طبعا هذا الموضوع الذي نحن نأخذ فيه بشكل سلبي للغاية للأسف. إذا كما نلاحظ، إذا أخذنا مثلا جريدة جون أفريك كما نلاحظ ماروك ألجيري اون ميزون طونت أو كور إكزوربيتون، إذا نتكلم عن خلاف بكلفة غالية إلى غير ذلك. إذا تطرقت الجريدة لهذا الموضوع كما نلاحظ. نكمل مع العمق. لو جورنال جون أفريك ا بوبليي ان روبورتاج دون لوكيل il s'interrogeait sur ce qui se passerait si les deux pays voisins, culturellement proches et éloignés politiquement et économiquement, le Maroc et l'Algérie devenaient partenaires dans le domaine économique. Le journal Jeune Afrique a publié un reportage dans lequel il s'interrogeait sur ce qui se passerait si les deux pays voisins, culturellement proches et éloignés politiquement et économiquement, le Maroc et l'Algérie devenait partenaire dans le domaine économique. Et dans le journal Jeune Afrique, la jaride Jeune Afrique a publié, et dans le nacharat, le verbe publié a défait le nachara. La publication, et le nachar. Et dans a publié un reportage. Le journal Jeune Afrique a publié un reportage dans lequel il s'interrogeait. إذا جريدة جون أفريك أ بوبليي، إذا نتكلم عن فعل هنا اللي هو الفيرب بوبليي، كما نلاحظ أنه مصرف في لو باسي كومبوزي، مصرف مع لوكسيليغ أفواغ. أ بوبليي، إذا هي نشرت أن روبورتاج، إذا هي نشرت روبورتاجا دون لوكيل سانتيروجي الذي فيه إيل سانتيروجي، إذا هي تتساءل. طبعا هنا نتكلم على لو جورنال، نحن نقول جريدة، لكن هنا نتكلم عن كلمة مذكرة، لذلك نقول هنا il s'interroge. كما نلاحظ بأن لو فيرب s'interroge مصرف لامبارفي. il s'interroge، إذن هي كانت تتساءل sur ce qui se passerait، على ce qui se passerait، ماذا سيحصل. طبعا نتكلم هنا على لو فيرب se passer، هذا فعل حدث. لو فيرب سو باسي كما نقول فعل حدث. هنا عندنا لو فيرب سو باسي كما نلاحظ مصرف في لو كونديسيونيل بريزون، وهنا فين تفيد لو كونديسيونيل بريزون؟ كما تعرف بانه تفيد الشك، يستعمل في تلطيف الطلب. سو كي سو باسي كما نقول هنا حول ما قد يحصل. اذا طبعا جريده جون أفريك هنا تتساءل حول ما قد يحدث مستقبلا ربما سي اذا لي دو بي فوازان البلدان الجاران، نتكلم هنا على المغرب والجزائر، كولتيرال بروش، طبعا نتكلم عن هاد البلدان بانهما ثقافيا متقاربا، يتكلمان نفس اللغات، ايضا نتكلم عن شعبين مسلمين الى غير ذلك. اذا نحن لدينا نفس الثقافة، كولتيرالمون بروش، متقاربين ثقافيا. إذا نتكلم هنا عن بلدين، إذا هاد البلدين
المتقاربين ثقافيا إلواني بوليتيكمو إيكونوميكمو، ثم هما متباعدين بوليتيكمو سياسيا من الناحية السياسية إيكونوميكمو، ثم هما متباعدين اقتصاديا لماروك إلى الجيري. إذا نتكلم هنا بالطبع على البلدين اللي هما متقاربين ثقافيا ومتباعدين سياسيا واقتصاديا اللي هما الماروك إلى الجيري. devenez partenaire. إذا لازال هنا سي إذا ماذا سيحصل؟ سي لي دو بي فوازان، إذا البلدان الجاران، سي لي دو بي فوازان، سي لي دو بي فوازان، إذا كان البلدان الجاران كلتيغالمون بخوش، المتقاربان ثقافيا، إلواني بوليتيكمون، ثم متباعدان سياسيا، إيكونوميكمون، ثم اقتصاديا، الماروك إلى الجيري، devenons partenaires. إذا هاد البلدان المغرب والجزائر devenez أصبح partenaires كما نقول شركاء dans le domaine économique يعني في المجال الاقتصادي. ماذا لو وقع هناك تقارب بين المغرب والجزائر، وهذا الذي نطلبه طبعا، إذا أصبح partenaires s'il devenait إذا أصبح partenaire شركاء dans le domaine économique في المجال الاقتصادي. Le journal précise que la question de la coopération économique entre le Maroc et l'Algérie est un sujet épineux, plutôt tabou, au vu de l'enlisement de la situation et du silence de nombreux experts maghrébins sur cette question, s'interrogeant sur le coût de cette obstination. Le journal précise إذا طبعا الجريدة توضح، طبعا نتكلمون على الفير بريسيزي، لو جورنال بريسيز الجريدة توضح، ماذا توضح؟ كو لا كيستيون دو لا كوبيراسيون ايكونوميك اونتر لو ماروك اي لالجيري، إذا هي توضح بأن مسألة لا كوبيراسيون التعاون، طبعا لا كوبيراسيون مقصود بها التعاون، ومنها فعل كوبيري فعل تعاون. نتكلم احيانا عن كوبيراتيف تعاونيه، اذا هنا نتكلم عن كوبيراسيون ايكونوميك، اذا نتكلم عن تعاون اقتصادي اونتر الماروك والجزائري بين المغرب والجزائر، ايتان سوجي ابينو، اذا نتكلم عن موضوع شائك، نقول عن شيء بانه ابينو، نتكلم عن لي زيبين يعني الشوك، اذا هنا ابينو كما نقول انه شائك، بليتو طابو بليتو كما نقول بالأحرى أكثر من هذا طابو. إذا نقول هذه الكلمة أيضا بالعربية، نقول طابو كما نتكلم عن موضوع مسكوت عنه، بالأحرى كما نتكلم عن موضوع طابو أو في دو لونليزمون يعني بالنظر إلى الغطس أو الغمس. نتكلم عن لونليزمون المقصود بالغطس أنك تغطس شيئا أو تغطس شخصا مثلا في تراب إلى غير ذلك. أيضا المقصود بهذه الكلمة لونليزمون هو توقيف مشروع لمدة طويلة، لكن المقصود هنا طبعا هو المعنى الأول هو غطس. إذا هنا نتكلم عن موضوع طابو بالنظر إلى الغطس، ملي تنشوف واحد المجموعة ديال الناس أنها تتغطس راسها وما تتبغيش تاخذ في هذا الموضوع. إذا نتكلم عن موضوع طابو أن سوجي إبينو، إذا نتكلم عن موضوع أنه شائك يعني فيه الكثير من المشاكل، بليتو طابو بالأحرى أنه أصبح موضوعا يعني لا يحبب الأخذ فيه، أو في دولونليزمون بالنظر إلى الغطس دو لا سيتياسيون إي دو سيلونس دو نومبرو إكسبير مغربان، ثم بالنظر إلى الوضعية دو لا سيتياسيون إي دو سيلونس، ثم للسكوت دو نومبرو إكسبير للكثير من الخبراء مغرب المغاربيين سور سيت كاسيون حول هاد الموضوع، حول هاد المسألة، حول هذا السؤال أو حول هذا الموضوع، سانتيغوجون متسائلا، سانتيغوجون كما نقول متسائلا أو متسائلة إلى خدنا المعنى باللغة العربية طبعا. إذا نتكلم هنا عن متسائلا نتكلم عن لو جورنال كلمة مذكرة، إذا نتكلم عن الجريدة هنا،
s'interrogeant متسائلةً sur le coût de cette obstination. إذن هي متسائلة عن كلفة هاد التعنت. L'obstination مقصود به التعنت. إذا نتكلم هنا على لو جورنال بريسيز، الجريدة توضح que la question de la coopération économique entre le Maroc et l'Algérie est un sujet épineux, plutôt tabou. Il غير ذلك ثم تقول s'interrogeant متسائلاً. إذا الجريدة هنا توضح ثم s'interrogeant متسائلةً sur le coût de cette obstination. إذا متسائلةً عن كلفة هاد التعنت. إذا طبعا طالما طال التعنت بين البلدين الجارين إلا وكانت الكلفة كبيرة على الشعبين، إذا لا داعي للإنجرار إلى هاد الحلقة المفرغة. طبعا ولنأخذ العبرة من الدول التي أزالت الحدود بينها فسادت العالم. أمامنا مثلا الاتحاد الأوروبي كما نلاحظ وزيحت الحدود مرة واحدة، ثم أمامنا الولايات المتحدة الأمريكية التي هي عبارة عن ولايات، فكونت اليوم ما نسميه الولايات المتحدة الأمريكية ونحن نعرف قوتها اليوم. Le journal a relevé qu'en 2020, selon Osemont, le journal a relevé qu'en 2020, الجريدة أن قيمت بأنه في 2020 selon Osemont حسب هذه الجهة les exportations marocaines، إذا نتكلم عن الصادرات المغربية vers l'Algérie، vers l'Algérie s'élevait à 134 millions d'euros. S'élevait à 134 millions d'euros. إذا طبعا الصادرات إلى الجزائر في 2020 ارتفعت إلى 134 مليون أورو. Et en 2021 وفي 2021 selon la base de données de l'Organisation du Commerce International de l'ONU، إذا حسب هذه المنظمة العالمية للتجارة للأمم المتحدة les exportations ont atteint، إذن طبعا الصادرات أن وصلت 115 مليون دولار، 115 مليون دولار، وصلت إلى 115 مليون أورو. لو جورنال أسيتي جو ميشيل هوي، طبعا لو جورنال جريدة أسيتي كما نقول بأنه قائلا جو ميشيل هوي ديزون لي غولاسيون ايكونوميك اونتر لو ماروك اي لالجيري، العلاقات الاقتصادية اونتر لو ماروك اي لالجيري بين المغرب والجزائر sont très faibles، فإنها هي جد ضعيفة contenu. كما نقول هنا أخذا بعين الاعتبار، هذه الصيغة تقال هكذا أخذا بعين الاعتبار contenu. contenu يعني أخذا بعين الاعتبار. أخذا بعين الاعتبار ماذا؟ des opportunités possibles، إذا أخذنا بعين الاعتبار الحدود أو الفرص الممكنة، إذا أخذنا بعين الاعتبار تلك الفرص الممكنة الموجودة بين المغرب والجزائر، إذن فحتى لو أخذنا بعين الاعتبار هذه الأمور فهاد العلاقة الاقتصادية فهي ضعيفة. لو جورنال سيتي جون ميشيل هوي ديزون لي غولاسيون ايكونوميك اونتر ماروك والجيري سون تري فابل كونتوني دي زوبورتونيتي بوسيبل، إذن العلاقات الاقتصادية بين المغرب والجزائر هي جد ضعيفة أخذنا بعين الاعتبار لي زوبورتونيتي بوسيبل، حتى لو أخذنا بعين الاعتبار هاد الفرص الممكنة. Pour être plus clair، لنكون أكثر وضوحا، le Maroc et l'Espagne échangent 30 fois plus que le Maroc et l'Algérie. إذا المغرب وإسبانيا أنهما يتبادلان، المقصود بأن هناك صادرات وواردات 30 fois plus، 30 مرة أكثر. يعني نتكلم هنا عن مضاعفة ما بين المغرب والجزائر من صادرات وواردات، أن هذا يتضاعف بين المغرب وإسبانيا 30 مرة من هذه المبادلات موجودة بين المغرب والجزائر. Pour être plus clair، لنكون أكثر وضوحا، le Maroc et l'Espagne échangent 30 fois plus que le Maroc et l'Algérie. إذا المغرب وإسبانيا أنهما يتبادلان، نتكلم هنا على الverb échanger، فعل تبادل، هناك فعل changer فعل غير. أحيانا نتكلم عن l'échange، نتكلم عن المبادلات كما نقول، وممكن نتكلم مثلا عن لو شونج يعني الصرف، نتكلم عن لو شونج. لو ماروك اي لاسبان اي شونج 30 فوا بليس كو لو ماروك اي لالجيري.
un rapport de la Banque mondiale نتكلمون عن تقرير للبنك الدولي a également indiqué هو ايضا بين que s'il y a بانه اذا كان هناك véritable intégration اذا كان هناك اندماج حقيقي نتكلم هنا على الانتيغراسيون اذا نتكلم عن اندماج احيانا نتكلم على لو فيرب انتيغري فعل ادمج او سانتيغري او بيان سانتيغري يعني فعل اندمج اذا البنك الدولي يقول ماذا ان رابور دو لا بانك مونديال ا ايغالمون انديكي اذا هو ايضا اشار كو سيليا اذا كان هناك فيريتابل انتيغراسيون اذا كان هناك اندماج حقيقي entre les deux pays, بين البلدين d'ici des ans من الآن إلى 10 أعوام إذا نتكلم عن من الآن إلى 2032 مثلا les PIB إذا نتكلم عن نتكلم هنا عن les produits intérieurs bruts نتكلم هنا عن les produits intérieurs bruts إذا نتكلم هنا عن الناتج الداخلي الخام للبلدين دول الجزائر ودي ماروك إذا هاد الناتج الداخلي الخام للبلدين المغرب والجزائر augmenteront يعني انهم سيرتفعان انهما سيتضاعفان respectivement يعني بشكل متتابع de 35% et 30% اذا طبعا ذكرنا في البدايه لو بي اي بي دو الجزائري الناتج الداخلي الخام للجزائر سيرتفع ب 35% et celui du Maroc ثم الذي يخص المغرب augmentera de 30% يعني انه سيرتفع ب 30% الموضوع ساضعه في الرابط نلتقي في موضوع اخر في الفقره القادمه حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.